أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر تحرص في الأول من مايو من كل عام على الاحتفال بعيد العمال، بما يجسد ويعمق احترام الدولة لعمالها الكادحين وتقديرها لما يقدمونه من عطاء في ميادين الإنتاج كافة. جاء ذلك في تهنئة رئيس مجلس النواب للشعب المصري بمناسبة عيد العمال. وإدراكا من الدولة المصرية للدور الحيوي لعمالها جنود كتائب الإنتاج في صنع وصياغة مستقبل الوطن والإسراع بمسيرته نحو الجمهورية الجديدة، اتخذت وما زالت خطوات جادة من أجل صيانة وحماية حقوقهم وتنمية وتطوير مهاراتهم لتعظيم الاستفادة منها واستثمار ما تسخر به عزائمهم من قوة وما تتمتع به إرادتهم من صلابة. فالدولة لديها يقين راسخ بأن قدرتها على مجابهة ما يموج به العالم من أزمات اقتصادية متتالية نالت آثارها بالطبع الدولة المصرية والخروج منها بأقل الخسائر لن تتحقق بالمستوى المنشود إلا بمشاركة حقيقية وفاعلة لسواعد عمال مصر الأوفياء.